السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. مواطن جزائري يوجه رسالة الى الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون بعد قصف مستشفى المعمداني وسط غزة، تابعوا معنا هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. بنزين جمال الدين عضو المجلس الشعبي البلدي بلد برج كيفان، بصفتي ممثل الشعب لبلد برج كيفان، هذه الكارطة تاعي بلي عضو في المجلس البلدي بلد برج كيفان ممثل الشعب، نوجه رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الجمهورية الذي يحدث في فلسطين سيد الرئيس كارثة، وجب تدخل في فلسطين سيد الرئيس، وجب تدخل في فلسطين سيد الرئيس، رانا معاك سيد الرئيس، مجزرة سيد الرئيس راهي في فلسطين مسجد الرئيس، مجزرة، مجزرة في فلسطين سيد الرئيس، مجزرة سيد الرئيس، وجب تدخل فلسطين سيد الرئيس، رسالة السيد رئيس الجمهورية، رسالة رئيس الجمهورية، وجب التدخل الفعلي رئيس الرئيس إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجب التدخل الفعلي فلسطين سيد الرئيس. على العرب احنا رانا ساكتين سيد الرئيس، 58 مليون جزائري موراك سيد الرئيس، رانا كامل معاك سيد الرئيس، 48 مليون جزائري معاك سيد الرئيس، وجب التدخل فوري فلسطين سيد الرئيس، ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي، ممثل الدولة الجزائرية، ما قدرتش سيد الرئيس والله ما قدرت نتفرج هكذا سيد الرئيس، بارطاجي وخاوتنا تلحق رئيس الجمهورية، بارطاجي هاو الباج تاعي، وأنا راني قلت كلمتي، وإسرائيلي لإسرائيلي، وتحية فلسطين، وتحية الجزائر، والله ما قدرت نشدها، بارطاجي وخاوتنا بارطاجي والرئيس الجمهورية تلحقوا. يقصف مستشفى سيد الرئيس وحنا نتفرجوا مستشفى 600 ساهيش في مستشفى سيد الرئيس وحنا نتفرجوا سيد الرئيس ما قدرناش خلاص سيد الرئيس نطلب من سيد رئيس الجمهورية التدخل العاجل التدخل العاجل فلسطين راح سيد الرئيس ورحنا معها وذلينا معها سيد الرئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته